طموحات مانشستر قوية لكنها جسر العبور يا فالنسيا من أجل الوصول إلى كيرة مان يونايتد، وهو راشفورد في الكبيرة على مستوى الدوري الأوروبي. كل التحايا لكم أينما كنتم مشاهدين، مشاهدة ممتعة في لقاء الليلة بين الهولنديين والإنجليز. والفا يتدخل والإبعاد من جانب عناصر أياكس، أياكس تحت ضغط، أياكس تحت ضغط، والمانشستر قوي يريدونها بدري 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 بدري. على الجهة اليسرى محاولة ريدفالد، لمسة للأمام، مشروع هجمة لمصاعة أياكس، لكن التغطية وبعد ذلك داخل الكثير من الرغبة في الفوز بلقب هذه البطولة. هجمة من جانب أياكس الآن، محاولة كريم زياش يلعبها لريدفالد في الجهة اليسرى، أياكس بدون أي تمريرة بينية للأمام، كريم زياش يصل الكرة يلعبها على اليسار، ريدفالد الآن يبحث عن كوس بلقب هذه البطولة. مهم من مباريات هذا الموسم في الجولات الأخيرة من البريمير ليج، ضحى بالنتائج تقريبا من أجل هذا النهائي، سيؤهل إلى تشامبيونز ليج. كرة تعود مرة ديليخت، ماتياس، بدأ أياكس يستحوذ على الكرة، أياكس يعني الكرة من الكرات الخطيرة، لمسة خاطئة تصل عند مختاريان يلعبها في المساحة تحت ضغط، مرة أخرى عادت لمساحة تمريرة ومحاولة مرور، الله على كريم، عاد زياش يوصل ملعب تغيير تجلب، هذا فردي عالية زياش، زياش يحاول أمام مختاريان، صراع مهارات، صراع، محاولة بناء هجمة، ضغط عالي من جانب مان يونايتد، تصل عندها ريان لا يتمكن من التفوق على فيلتمان في أكثر من، عندهم الكثير من الحماس لإنقاذ فريقهم من الخسارة في هذا النهائي. الكرة تصل لي، لم يعد لديه خيارات، لمسة في الجبهة اليمنى، فيلتمان، دافنسون سانشيز، دي مباراة، هذه لمسة باتجاه حكيم طويلة داخل منطقة الجزاء، تمريرة كانت من جانب حكيم زياش، 22 سنة صنع هجمة عن طريق حكيم، حكيم الآن يحاول أن يكون كريم مع المهاجم، لمسة إلى حكيم زياش يحاول على حدود منطقة الجزاء، الله على هيريرا، حطة فضائية وبعد ذلك شوف اللي يفعل هيريرا في مباريات المان، هيريرا يقوم بأدوار كبيرة. راشفورد إلى تدخل أمامه، أياكس كله هجوم، الكل في الكل من أجل لحاق في حرب، يحافظ على كرة نيرس وبعد ذلك حكيم يلعب كرة بعيدة زياد ليعيدهم لجو المباراة أكثر. حكيم زياد مصاعة أياكس عرضية لكنها تبع، لكن الضغط بدأ أنه أكثر خطورة من جانب الفريق الهولندي في الدقائق الماضية. فالنسيا، ماكس ينتظر مساندة أكبر، تمريرة وداليا تدخل وكرة النهائي أياكس الآن، أو حكيم هل يكون كريما لفريقه في مباراة اليوم؟ حكيم زياش على تنفيذ الخط، عالم إلى الترقب والانتظار، حكيم يلعبها في الجدار، الكرة ضاعت من الآن، محاولة من جانب أمين يونس، تمريرة لكن يبعد ويستعيدها زياش يلعبها في وسط الملعب، ربما يكون هنالك حالة طرد، سنشاهد اللقطة. سكومينا سيخرج كبير من ريديفالد، تمريرة عند حكيم زياش يحافظ على كورتا، تراوري على حدود منطقة الجزاء، تمريرات للاعبي أياكس، تغيير اتجاه اللاعب، فالنسيا في التدخل، لمسة لكنها تبعد من جانب سمولينغ، مان يونايتد كرة طويلة للأمام، محاولة على جهة اليمين، استقبال جميل لكن أدب، سيفوز المرة الأولى بهذه البطولة. كرة تعود لمصاعة حكيم زياش على حدود منطقة الجزاء، حكيم خطيرة لأياكس، حكيم يلعبها في هذه الوضعية بالاقتراب أكثر من اللقب، لمسة من جانب زياش، أمين يونس، حكيم مرة أخرى، كرة للأمام لكن أقرب لدالي، تبعد من الكرة، تصل من جانب أمين يونس، انتهى كل شيء أياكس، لم تفد كل تلك المحاولات وذلك الركض وتلك